بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة مختصرة نختصرها بإذن الله إن شاء الله. زي ما بنقرأ نحفظ هذه عشان اللي بيشتركوا في الجمعية، طبعا نساء أو رجال، ويكونوا متقاعدين أو خدموا 20 سنة في شركات ولا في حكومة. حكومة ما صعبة، المهم في الشركات موظفين، يعني موظف له 20 سنة وبعدين إيش خرج من العمل، سواء هم فصلوا سواء هو فصل، يعني أخذ شيك ذهبي حاجة، فهذا هو شرط اللي يشترك في الجمعية. طبعا فين نلاقي الجمعية؟ على الخرائط حقت جوجل إلا في جوالاتنا، تلاقي الاسم مكتوب بالكامل. يعني ابدأ جمعية دورة دائرة قبل. طبعا هنا في مشكلة، دائما ما نخلي الحروف تتصل، نكتبها كده ابدأ، لا نكتب هاشتاج، هذا اللي حينكتب هاشتاج ابدأ. حلو، لا فين الهاشتاج؟ هاشتاج نكتب ابدأ، يعني حتى لما انت في جوجل تكتب زي كده، تبحث الكلمات هذه، ابدأ جمعية. شوف ما في حرف يصيح مع حرف، قلنا ابدأ جمعية. هنا شوف الألف اللي أجد دقن، ابدأ جمعية دائرة أو دورة، على أساس دورة إنه بس 5 أسابيع تشترك، في كل مثلا شهرين كل 3 شهور، يعني عشان ترجع تاني تشارك لازم توافق الجمعية. طيب ابدأ جمعية دورة دائرة، دائرة اللي هي الطريقة اليابانية اللي قلناها كواليتي سيركل، فشلنا كلمة جودة الآن جمعية دائرة. الدال الثانية هذه 2 دورة ودائرة، خلاص. بعدين القاف كيف نجيبها؟ قبل. حلو، الآن نبي نجيب النون نزمهر، فلازم نحط إكس على أساس ما في فراغ عشان الاسم بالكامل زي الإيميل يعني، وممكن نسوي إيميل بيها إكس. إكس إيش؟ آخر حرف النون نزمهر، يعني يجينا الزهايمر. طبعا أستغل الفرصة ونطلع على لأنه في الرسالة الأولى ما هي واضحة الموضوع، الآن بدأ يظهر، فنقول لكم هذه بالمكاوي لأنه كل شيء بالمكاوي. هاشتاج شوف يا سيدي، لا علي بابا ولا مابا، الهرجة شايلة في مكة، تدري خليها مكة بابا، لا صيني ولا ميني، بس الرب يعطيني بيت يدفيني. شوف يا سيدي، لا سيدي ولا ميدي، هات من الآخر، جبت آخري، ما تنطب يا سيدي ولا عندك شي تاني؟ لا والله يا سيدي خليني أبلع ريقي. غمض عينك وشاركني، عندي خطة جهنمية لك وليا يا سيدي، هاشتاج خجلول
بالمكاوي يا سيدي هاشتاج خجلولن، فيها دروس للعربي والعجمي إن شاء الله وصلت الفكرة، وإلا نلتقي بكرة. وآخر الكلام السلام، يا سلام.